أكدت مصر ضرورة التوصل في أقرب فرصة ممكنة على اتفاق حول سد النهضة وقبل بداية المرحلة الثانية من ملء خزان السد، وبما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمن في الوقت ذاته حقوق مصر ومصالحها المائية. جاء ذلك خلال اجتماع سداسي شارك فيه وزير الخارجية سامح شكري ووزير الموارد المائية محمد عبد العطي مع نظيريهما من السودان وإثيوبيا. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الاجتماع خلص إلى التوافق على عقد جولة مفاوضات بين الدول الثلاث تمتد لمدة أسبوع بهدف التباحث حول الجوانب الموضوعية والنقاط الخلافية في اتفاق سد النهضة، وذلك بحضور المراقبين الذين يشاركون في المفاوضات والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي، على أن يتم في نهاية هذا الأسبوع عقد اجتماع سداسي وزاري آخر برئاسة جنوب أفريقيا للنظر في مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية.